السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريهام من قناة ريمو بنكي. النهاردة احنا هنعمل مع بعض عشاء بسيط وسريع. اللي هيعمله لنا الشيف عمار هيعمل لنا سندوتشات فول. بس معانا كده اول حاجة فول معلب اللي هو لونه، ومعانا طماطم 2 طماطماية ولمونة، ومعانا توم متقطع مش مهروس حوالي 6 فصوص توم، ومعانا قرن فلفل واحد بس شطة، ومعانا زيت خردل هنستخدمه في الطبيخ النهاردة، ومعانا شطة، ومعانا كمون، ومعانا معلقة صلصة واحدة، ومعانا ملح. تمام، هنعمل بيه كده سندوتشات الفول. فتعالوا كده نشوف مع بعض اول حاجة هو يعملها ايه. اول حاجة كده هنحط الزيت، واول ما يسخن هننزل عليه بالتوم. هنعمله كده بزيت خردل وزيت زيتون برضو، بس زيت الزيتون بقى في الاخر. دلوقتي بقى حطينا الزيت اهو، اول ما يسخن هننزل عليه بالثوم. دلوقتي بقى هننزل بالثوم اهو، صراحة لما استخدمنا زيت الخردل كده في الطبيخ ريحته حلوة قوي. هو طبعا بينفع للشعر، بينفع في الأكل، بينفع تشربيه كده زي زيت الزيتون عادي. دلوقتي بقى كده هنسيب الثوم يحمر معانا، وهننزل عليه بإيه؟ بالطماطم. دلوقتي بقى حطينا عليه قرن الفلفل بس، بما اننا بقى مش عارفين ندوق فول زي بتاع مصر، فبنحاول كده ان احنا نجربه. دلوقتي هنحط الطماطم، 2 حبايب طماطم، دلوقتي الفول اللي معانا ده كان فيه ميه محطوط فيها، فانا صفيت الميه منه، وهنسويه في ميه عاديه من بتاعتنا لان الميه التانيه بتبقى مملحه قوي كده. دلوقتي بقى كده هنسيبه شوية على النار، وبعدين نحط الفول. دلوقتي خلاص بقى هنحط الفول اهو، نعدي النار كده، نحط الفول. دلوقتي بقى هنهرس الفول كده، مش عايزة الحباية كاملة، نشوف هو هيهرسها لنا بإيه. هو دلوقتي هيهرسها لنا بكوباية، هو بيقول بعملها فيها يعني بتبقى حلوة، بس أنا ما جربتهاش قبل كده. لو ما عندكش بقى هرست الفول او البطاطس، الجيش قال لك اتصرفي كده باي حاجه، حسب بايدك عشان انا مش شايفه منها. هرسناه اهو بقى بالكوباية،
بقى حلو اهو. طبعا دي فكره ممكن تهرسيه بالشوكه بالمعلقه عادي، انا عن نفسي بعمله بالمعلقه بس دي فكره منه بقى. دلوقتي بقى هنحط الميه بتاعته، هنحط التوابل بتاعتنا، نحط بقى معانا شطة، هنحط كده شوية شطة. ايه ده مكترت الشط؟ انت يعني بتحب تكتر؟ وهنحط كمون، الفول بيحب الكمون. وهنحط ملح، لو حابب تحط صلصة حط، مش حابب خالص. هنحط دلوقتي معلقة صلصة بس كده بسيطة، اصلا اللي بقول له انا عايزة صلصة هو مش حابب عليها صلصة خالص، حاطه لي بس نقطة بسيطة كده بس عشان يبقى ماشية الأطراف كلها. كمون كتير، هو لونه حلو أصلا مش محتاج صلصة، بس أنا بحب أحط الصلصة في أي نوع أكل يعني. خلاص كده هنسيبه بقى على النار شوية وبعدين نطفي عليه ونحطه بقى في السندوتشات ونسخنها على التوستر، هنعلي النار عليه كده فهنسيبه يستوي، هنوريهولكوا بقى واحنا بنسخنه على التوستر زي المطاعم يعني. لو بعنا كده نخسر، نفتح مشروع هنا بقى كده في السعودية ونستثمر فلوسنا في الفول والطعمية. حلو طبعا. هما مش شايفينك وانت بتعمل السندوتش. مش كده، لازم تضيف لمستك السحرية في السندوتش كده. انت عايز بصل صح؟ لا البصل في الاخر، ما هضيفهولك على السندوتش بتاعك. انت لسه هتسخن السندوتش؟ هتسخنيه؟ لا عادي براحتك. اولا اصلا احنا عملنا الفول واكتشفنا ان مفيش عيش، اكتشفنا مفيش هنا رغيفين عيش بس، فقطعنا بقى السندوتشات كده نصين. لو كنا نعرف كنا جبنا عيش، بس هي جت في دماغه فجأة كده انا عايزة اكل فول دلوقتي. خلاص كده بقى احنا خلصنا سندوتشاتنا اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف كده. استنونا بقى في فيديو جديد على خير، وما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نتقابل كده في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.